قافيه الحال بزاف. علاش ولينا ولا عندنا واحد التخوف اننا نبقاو نشريو مثلا من افيطو ولا نتلاقاو الناس اللي كيبيعوا في افيطو، ما تعرفش معهم التعامل. يعني كتعامل مع واحد الانسان اللي مجهول، يعني كيحط مثلا برودوي ديالو ولا كيحط، ولا ما كتعرفش شكون هو ولا منين جا، ولا يقدر مثلا يوقع لك بزاف الحوايج. من طبيعه الحال ولا كيخلعنا، ما بقيناش مرتاحين لا على وليداتنا ولا على ريوسنا، ما بقاش الامان. موقع الشهاده ضروري يكون واحد التخوف عندنا الا بغينا نشريو شي حاجه. المهم الا بغى شي واحد يشري شي حاجه خصو ضروري يدي معاه شي اصحاب ولا شي حاجه باش يوقع شي، يكون المهم ديك الساعات يكون صعيب توقع شي حاجه. هادشي ما كانش كاع تيوقع، كاع قليل فاش كان كيوقع عندنا في المدينه، زعما بحال هكا هادشي راه بحال داكشي ديال الافلام، ماشي كاع ديال ماشي الواقع. رحمة الله خويا، لا داكشي ولا كيخلع بلا ما بحال دابا، ما بقاش يتثق بحال دابا، حيت انت كتشوف عينك دابا ولاو كيستخدموا هادشي باش بحال دابا باش يشفروا بنادم وكذا. واش اللي نقول بحال دابا صراحه الله بلا ما يتيقش. هادشي خايب بزاف والله، الا بزاف ملي كنشوفو هيك شي في امريكا ولا شي حاجه، وصافي ملي كنشوفو في فاس راه خصهم يديروا شي حل، خصهم يعتقلوا هاد الشيء وخصهم السلطه تدير خدمتها صراحه. بحال هاد المواقع بنادم كيفقد فيهم الثقه، ولا واحد كيموت هنا واحد يموت ليه بسبب هادشي بزاف. ومن بعد ما المواقع الالكترونيه كانت حضرت واحد الضجه بالمنتوجات، ولا المواطن المغربي كيشري غير باغ انترنيت، وكتجي داك الطلبات ديالو حتى للدار. الان دابا راه ولا واحد التخوف في المجتمع المغربي، فقد الثقه في المواقع الالكترونيه، فقد الثقه كذلك في المنتوجات اللي كتباع عن طريق الشبكات العنكبوتيه، وهذا يعني غادي يخلق واحد قله العرض في المنتوجات الالكترونيه. وكذلك يعني هذا راه يعني ماشي حاله وحده، كاين مجموعه من الحالات ديال الجرائم الالكترونيه اللي كتكون ما فيهاش فقط الاستدراج لجريمه قتل، ولكن كيكونوا فيها حالات اخرى مثلا كاختلاس الاموال الى غير ذلك من الجرائم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.